الحمد لله انا ما كان انا ما مدخلش دابا في القضيه. القضيه شاده المحاميه ديالي اللي تنشكر من هذا المنبر الوغ هي اللي شاده القضيه ومدخله فيها بابسط التفاصيل. انا بعيد كل الموضوع، مكمل خدمتي، ما نخليش حاجه لانها تاثر فيا لانه حطني مع الشيخات. هذا امر غلطوا فيه، خليت المحامي ديالي اللي يتكلف فيه. اما شي حاجه بالنسبه لي انا ما عندي حتى شي دخل، هي تعطيني اخر مستجدات. مؤخرا القطراسي كان غلط طبيعي، جو بونس ما عند شي صحافي اللي حط صبيرتي ديالي بالغلط، والغلط الناس اللي كانوا كيقولوا لي، لان حطني مع الحمداويه، حطني مع الفنانه زازا، مع بزاف ديال الفنانات اللي تنقدرهم والشيخات تنقدرهم، مي انا ماشي شيخه. الوغ هذا غلط واللي دار لي ضرر معنوي ونفسي. الحمد لله انا تنفتخر بالشيخات اللي عندنا في المغرب، ولكن انا الوغ النص اللي تحطيت فيه ماشي هو اللي خصني نتحط فيه. الوغ كاين غلط طبيعي، والحمد لله احنا غادي في اطار مسطره قانونيه، وكنتمنى ان شاء الله يكون حل في اقرب وقت. طبعا احنا في البدايه ديالها، وحتى الان ما وصلناش القضاء 100%، ولكن وصلنا لواحد القرار حبي انا نكونوا مع نهضروا مع الجريده اننا نشوفوا شي حل حبي بيناتنا بلا ما نوصل القضاء. ولا ما كانش رد ان شاء الله نقدروا ننتشروا القضاء. الو خصفي الطالوني تنعرفوا الى تدار الخير. انا ما كنا كنهضروا وهي وانا عزيز عليها بزاف، دائما تتشكرني تتقول لي بلي انت زوين وخاصك دائما تكمل، وكعز عليها انا لا يا اختي. الو كنبغي نقول لها كنتمنى لك مسار موفق في داكشي كديري ديال الطيب، التجميل، كل ما يخص التجميل والتعديلات على الجسم. كنتمنى لها مسار موفق وان شاء الله مزيد من العطاء والتالق، وتوصل ان شاء الله فيما بغات. ديجا قللت وقيله دابا شي 6 شهور هذه قللتها، وكانوا كان ديجا تعرضت للاعتداء وسرقوا لها ديجا لا فاليز ديالها وداكشي والفلوس ديالها. قللتها وحطيتها، الوغ كان ردت الفعل ديالها زوين وانا ضحكات وقالت لي بالعكس انا عارف كي كضحك، وبقات فيا. ولكن انا دائما تنحاول شويه ديال الكوميك ونشد في الواحد. انا بعيد كل موضوع عليها لان تنشوف هذاك كموضوع مثير للجدل. بالعكس كنحترم اي واحد، كنحترم الميل ديال اي واحد، وتقريبا ما عنديش دخل. انا بعيد كل البعد، كندير الفن ديالي وتنضحك وصافي، هادشي ما كاين. الوغ بالنسبه للموضوع ديال الشيخه، هذيك تقلد في 2020، سنتين دابا داز عليه. قلد الشيخ خربوشه نظرا للكليب ديالها، الاغنيه ديالها اللي كانت موزونه، والكلمات ديالها بقوا في اعماق ديال القلوب المغاربه وترسخات في الاذهان ديالهم. انا قررت انني نقلدها في السيل ديالها، في الشعر ديالها، في الجلسه ديالها، في الضحك، في الهضره، كيفاش كانت كتجلس. حاولت ما امكن نجبد ديجا ارشيفات باش نقرب الشخصيه. الوغ من قللت الشخصيه كانت دارت نجاح هذيك الوقت، ومن بعد صافي دزت انا شخصيه اخرين وداز الوقت. الحمد لله من بعد سنوات اللي دوزتها في المسار ديالي، اللي كنظن باقي يلاه مبتدئ، وكان دائما كنقول مازال خاصني نتعلم، مازال خاصني نعرف، مازال خاصني نعرف الميدان شنو فيه. الوغ بديت 2017، حنا اليوم 2022. الوغ كنت شي بالنيه الصافيه تنحاول ما امكن نخدم شي حاجه من قلبي، ولا كان شي حاجه غادي نكون مديرها مدربزه ما كنديرهاش. الحمد لله كنقول خصني نكون انا هو انا، ونكون نكون راسي من والو. الوغ بديت من والو وتقاتلت الحمد لله. من بعد سنوات حاولت نقد الوضع ديالي، العائله ديالي، من بزاف ديال الحوايج، ولكن مجهود شخصي. وطبعا كاين المشاركه ديال الاصدقاء ديالي، الوالده ديالي اللي تنبغيها وكنشكرها بزاف، خالتي حتى هي اللي كانت واقفه معايا من الصغر ديالي، وما ننساوش طبعا اختي ايا بيشري اللي دايرين يد في يد. والحمد لله كنحاولوا ما امكن نديروا شي حاجه في المستوى، وكنتمنى دائما 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 اللي كنطلبها دائما سيدي ربي انني يكون عند حسن ظن الجمهور، وعمرهم يديو علي شي نظره خايبه ولا يظنوا فيا انني واحد الدري اللي مسيء او ما مربيش ولا تندير شي حاجه اللي خايبه باش تضر شي واحد. وابدا هذه هي الحاجه اللي ما نبغيهاش نوصل ليها. الوغ مي تنقلد ولا تندير كوميديا، فقط تنبدل الروتين، تنضحك، تنحاول ما امكن نخرج الموهبه اللي عندي لداخل، نضحك ونضحك معايا الناس. وبالعكس ملي كنشوف الناس تضحكوا كيكون هذيك هي اقصر فرحه ديالي.
لا بالعكس، من بعد سنوات اللي دوز انا بعد بضع سنوات عرفت بلي انني خاصني دائما بدل الكونتوني. نفس الكونتوني ما تيبقاش، اما التقليد انا كندوز بعض المرات التقليد، بعض المرات تندوز للغناء، بعض المرات تندوز عاوتاني كندير دي سكيتش خفاف ظراف على قلوب الناس. بالعكس كنظن الكوميديا لما لا عماد ما بقاش في الكوميديا يقدر تكون نسبه المشاهده ديالو تنزل، اما بالعكس اما ملي كنشوف راسي في الكوميديا تنحس راسي ناجح وتلقى راسي تنقدر نضحك تنقدر نشط وتكون مطلق. الوغ بالعكس الكوميديا هي اللي دائما كنشوف الناس تبقى نعجبهم فيها. كاين شي حاجات وكاين بعض المرات ما تتقدرش فراحتك، ما تقدرش تهضر فراحتك، ماشي اي حاجه تقدر تقولها، ما كتصرفش طبيعتك في الواقع. ولكن حب الجمهور احسن حاجه اللي دائما كنتفكروا وكيبقى دائما هو سر النجاح. الوغ حب الجمهور لا يباع ولا يشترى، وهذه احسن حاجه ربحتها. كنشكر الجمهور ديالي اللي تتبعني داخل المغرب او خارج المغرب، تنشكرهم على التشجيعات لي لايك او لي كومونتير، ودائما متبعين الجديد ديالي كنتمنى وكنشكرهم بزاف، وكنتمنى دائما يكون عندي حسن الظن، وانتظروا جديدي في اقرب وقت. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.